في عالم يسوده الصخب، كيف بدأت الفتاة الصماء أيونا؟ كيف تمكنت الفتاة الصماء من النطق والحديث؟ سيكون هناك مشكلات لأنك فتاة صغيرة وجذابة. هل تشعرين بالتوتر من وسائل الإعلام؟ هل تحقق أيونا حلمها بجعل لغة الإشارة لغة أجنبية داخل مجتمعها؟ هدفي في المستقبل هو أن يكون عالم الصم وغير الصم عالماً واحداً. الفائز هو أيونا شيكاش. الإشارات قريباً على الوثائقية.